قالت فتاة الحي عند التلفزيون والنار في قلبي تسري تشعل. يا بعد يا مني أنا مثل نار تطلع طول البر وتطلع تحت. أي شيء إلى نشط العبي وأرضها وصل سلامي إلى ملوك اليمن. وصل سلامي للأمير سلامي إهلالي غشم شمت رو إدوان. وصل مني أسأل تحية وخصص بالشكر والأفضل. قل له يا ملك الوان اتركها بجسمي يا سلام والحشم من نحو صعدة صار هذا الحال. صعدة حكت عن كل سيرتنا انحكت وسر انكشف ظلم عليه التعال. فيك الخلاص من كل هالسيرة وكمل لي معروفك وتعال وفي الحال. أمر مولاتي يلا أجل يا مرسال أجل يلا يلا. لما وصل المرسال عند دار بن هلال وعرفوا شو اللي صار شدوا الرحال واستعدوا لتلبية طلب حسين الجعبري وبنته علي. أما الأمير حسن فلما عرف إنه الأمير أبو زيد جاب الفرس وأنقذ الصبية وأنقذ شرفها زادت قيمته في نظره. قال له يا أبو زيد أنا مقدم لك الفرس الحيصة هدية إلك وثقلها كمان ذهب وفضة مهر لعروستك علي. ثم انه ابو زيد ركب على الحيطة وصار امام الفرسان يقطعون البراري والقفار حتى وصلوا ديار حسين الجعبري ابو هلال علي. هناك استقبلوهم احسن استقبال. اما الوزير المنكوب للعفر مسعود فلما عرف ان الجماعة عم بيعملوا كاتبوا بيعملوا عراس من ورا ظهره ودم ابنه مساعد بعده طلع على الوادي دم فار وصار يغلي مثل المي على النار. هيك صار. يا ويلكم من الله يا ويلكم من الله قتلتوا ابني مساعد وعم تعملوا عراس وتتكاتبوا وتتناسبوا. وين راحوا ولادي؟ تعالوا انتقموا لاخوكم. يا سعيد يا سعود يا ويلكم من الله يا نزال وقت الحبس والنفس كنتم تهربوا. مالك يا مالك يا سعد مالك يا ابا مالك يا ابا مالك يا ابا مالك تفضل يا ابا شو مالك؟ انت احسن واحد في اخوتك. بدي اياك تروح تدور عليه هذا النذر اللي اسمه ابو زيد وتلعن ابو فاطمه. ايه اول ما لطبش يا ابو اوعى ترجع لهون الا ما يكون راسك في ايده ايدك في راسه. ولا يهمك يا ابو والله لطبش والله يهمك ابو فاطمه والله لطبش. قالوا لي حتى ابو زيد قال ابو زيد يا نذل انا لسه بدي فصفص له عظامه. يا ابو نذل يا ابو زيد اسال يا نذل وينك وين بك؟ يا ابو زيد اطلع لشو اطلع يا ابو نذل يا ابو قتلت اخوي وهربت في الوادي ولك اليوم نحن صار منك يا نذل. نحن اليوم بالحرب بالمدراج لابد تقدم بقتل الساحه اجر مش هتركوا لوحش البوادي. ولا هاي بتشقعني ولا هاي ولك 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 بكفي ابتليت في اخوك في الغلط اسا خليني اشقفني فيك انت كمان. روح روح يا نذيل انزل لهون يا نذيل. ولك انا نذيل انا قتلت اخوي. ولك كلك ما تجيش قد الغيب الفلافل انت ولا يا نذيل ابو فاطمه ايه انزل لهون. ولك ولك انا اللي خوفت الشريف من الدنيا اخوك وصلت الشرف هيك سمت اجدادي. يا بتعترف بالحق باللي صار يا بتلحق المرحوم مساعد الوادي. ان كان اهل الخير عرفوا الحق رقبت لاهل الحق سدادي. ولا خلاص روح انشق وظل سعدان متندح وجهلان ومش عارف حاله مع مين عالقال. وابو زيد يعطيه فرصه كمان يعترف انه مساعد كان غلطان وسعدان ميبس راسه ومش عارف انه بعد شوي بده يفعل ابو اساسه. ولك احسن لك روح سيجي لك ابو زيد روح. يا جماعة الخير لما عرفوا الجماعة انه هذا الوزير وز ابنه زعلوا وقال الامير حسن استلم لعوجي من الثور الكبير
اللي بيشد على بطنه، ثم انه امر بدق طبول وتجهيز العساكر والخيول. وشو صارت لكم معركه؟ الله لا يورجيكم حرب مثلها، لانه الحرب ما بيطلعش فيها واحد ربحان، كل قصه ولعت. الوزير مسكوت، قد استعد للقتال. فلما التقت العين بالعين هم عز الفرسان على الميدان صاح الوزير مسكوت: أين أبوزة صاحب المكر والكيد؟ وركز إليه حسين الشعبي وصدم مسعود حضن الجبار ورده إلى الوراء. وثبت الوزير مسعود واشتد القتال وعظمت الأهوال. طير له جميع ادراسه. اسناني اسناني اشد الضحك. ثم التقت الرجال بالرجال وجرى بينهم حرب شديد يشيب رؤوس الاطفال، وكانت وقعه مهوله. في قتال مرير تغلب فيه ابو زيد طبعا فكبشه ابن الوزير لبطيس. هذا السيف على سعدون وشقه كحبتي ليمون. عميل حال شيخ الشباب فمصعه ابو زيد للدصوص وخلاه مثل سدون المرصوص. وينك يا عظيم يا قباب الروح؟ اسلم اسلم على المشاوي. وعاد الخضيار مسعود المنحوس المعفر المشحر الى ساحه الميدان. واللي قبل شوي صفى بالاسنان فمسكه ابو زيد مسك جبار وعمل عليه حصار تصار مثل الفار وهيك صار. انا ابو زيد الهلالي. ابو زيد يلا تبليل يلا Come on.
خير، ضلها قصة وحكاية، الله لا يورجينا حرب عن جد، ضلها إن شاء الله ضل حكاية وتسلاهي. بعد هاي المعركة حمي توطيش، طبعاً تغلبوا جماعة أبو زيد على جماعة الوزير، وعشان هيك عشان يفرحوا في انتصارهن بدهن يجوزوا أبو زيد وعليا، فراحوا باعثين جميع مكاتيب لجميع قبائل